لقيتها؟ همنيك تدير كما قلت لك، شدد الحراسة على برهان. كاين حاجة واحدة أخرى قنديل. وش كاين؟ برهان شافني و دليل اللي يقدروا يفيقوا لك به. لا ما خليت. معليش، ما كاش عندك حل اخر. بصح ما تخافش راني معاك، تكمل خدمتك اللي ما كان والو، كي نولي ندبر راسي. فهمت؟ فهمت. الله يرحم. أنا عييت من هاد الكوزينة، عييت. هو ما يسمح بشي يرقد لي هذا. ما ديرلو سوسات، وهادي ريشة وراهي عليه ما تجيش تعاون. ريشة مسكينة ماهيش مليحة اليوم، نهار كامل ما بانتش. فلان تاع مولاي وراه. هاوليك فوق الطابلة. مازال ما تعلمش تصنعي فلون؟ هذا فلون ديال مولاي؟ راكي باغي تحاوزني ولا كيفاه؟ نونو ما تكملش عليا انت تاني، واش بيه الفلون؟ كيفاه واش بيه؟ ما كنت تشوفي مرة شي ترعد؟ تقولي ميت. خلص لي الفلفل لك حل، عوينا روحي جيبي لي من المخزن اجري. شوف نونو ما قدرتش، راني في كل جهة. انت يا بغيتي نخسر، أما لا تحملي المسؤولية تاعك دبر راسك. ريحة الحريق لا لا. الخبز! بن عمي وبالك يخلعك مقرنس، هذه هي. قول له هذه تاع الزيت باطل وسيفيلي سينو الوحدة مش على المش. لا 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 يا مولاي، انا نفضل نكون معاه اكثر دبلوماسيه. اش من دبلوماسيه؟ ما كاين لا دبلوماسيه لا والو. قول له كيما قلت لك بالحرف الواحد سينو ما كان لهاد لا ميسيون. مولاي تسمح لي، انا من رايي الوزير قنديل لازم يروح يتفاوض مع مقرنيس، حتى ولو كان عندنا سلاح. ماشي من مصلحه تاعنا باش ندخلوا في حرب معاه. فهمت؟ تعجبني كي تفهم يا مولاي. بس شوف حشوش. انا مولاي. شوف مع الوزير قنديل واعطي له لفريد ميسيو. امرك مولاي.
اتكل على ربي. امرك يا مولاي. راهوجا جيجي الضحكي بالك نشوفك هكاك مشنفه. عسلامة شد جادور. جيجي ما نطولو ما نقصرو، جيت ندي جيجي لوليدي بوستيشا. وش حبيتيني نقول لك؟ مرحبا بك بصح الطفلة خلاص مديتها. لمن لهذاك بالارج تاع شداد ما تحبوش، ما كيش شوفي الخناين من زوج جوايا. ينطق انتيا تحبي وليدي بوستيشا ولا لا؟ لا اي بركة ما تعوجي من الاخر، جيناكم بالحسب ونسب، ما كان ني شروط ني والو. مساء الخير خاتي خروفه. مساء الخير. ما تقوليش تدخل؟ ما كان لا، وهاد الخطبه ما كتبتش يا وليدي، جيتي غاصتني وما قدرتش نسيف عليها. الله غالب ما حبتش. كيف ما حبتش؟ مش تفهمنا وقلتي دير واحد تخطب للدار؟ وراهي خالتي خروفه خليني نهضر معها دقيقه. انا هنا ما عندك ما تهضر معايا. واش دابا نروح؟ نروح تمسخروا بيا؟ هذه من جوزها لكمش. مبروك علينا، رابط بركي متعنا قسخانة. هيا نولو لولا وش نديرو؟ ياه حصرة ديامات كان جواد الحيوط يهضرو. ايه مازال كانو تبسم شوية شوف فينا. البارح وانا بعزوبتي فارح بشوق الهوى سارح، كنت مسجون وحزين. ولاتي جبت لك ما تاكلي. مولاتي شكري يا الهجمي. بصحتك مولاتي. غير البارح كنت انا مسجون وانت تجيب لي الماكله، واليوم وليتي انت مسجونه وانا نجيب لك الماكله. الدنيا الدور هاشمي خلاص. بيك يا صاحبي انا نقصرو برك ما شتنا ديرو انت. مولاتي علاش ما ديريش لاكراف؟ 10 ايام ما تاكلي ما تشربي وكيف ريتيها؟ مولاتي انا على بالي بلي ماشي انت اللي درتي السب لمولاتي هبله. تشلو الهجمي تشلو بصحة ولهنا. مولاي ما كان لا مولاي لا والو، من مورا وغلط في حقك. واش؟ واش اللي واش؟ توحشت الحبس؟ مولاي مولاتي مالينا كيما كي كنت انا في الحبس، كان جيب لي الماكلة جيت نرجع لها خيرها، هذا ما كان. مولاي مانينا بس كي زعفانة سبرايد في لحظتك. واش جيتي؟ وين شداد؟ واش تسحق عندي؟ واش تسحق؟ نقول لك الصح الصح بوستيشا، خاطي جا دور مرقتها، كل دورة تجي ترفد لها كيس، دوك راني شريك معاك ولا معاها؟ خلاص بزوجك تعرفي ماكش دايرة. واش درتو عليا؟ هلا أنا وقتها قلت لك أه؟ أه وي،
ولا جا خطبك بوستيشا؟ هذاك الشيء ماشي شغلك وما دابيك ما تجيش تهضر معايا صح؟ شوفي تقابلي بيا بلا مزيتك فهمتي؟ تقابلي بيا بلا مزيتك يا حياتك. خلاص بوستيشا خلاص واش كاين؟ شوف زيد المسها من عندك ديجا راني خاطبها. شوف فيا شوف خلاص بوستيشا ما كاين والو خو خلينا منه بوستيشا هاي دير الدانتية من اليوم تبدل العقلية في المملكة هذي صاحب بوستيشا سيبرمان وقرائه يا لزونج انت ما بتاكليش ليه دودي يا عيون دود توحشت ولدي لقمان حبيته يرجع ويعني كل ما نكون حلوين ومبسوطين تجيبي لي في سيرة لقمان الله ده الواد بايظ ومبوظها على الاخر سرقة تلاقي نصب موجود وده انا هعمل له ايه يا ده عم الاجرام كل على بالك علي من راك تهدر راك تهدر على ولدي وعندي غير واحد خلاص يا ستي متأسفين ما كانش قصدي يا حبيبتي بس مجمل الاعمال الخيريه اللي قم بيها الاستاذ لقمان اليومين دول ما تسمحلوش يرجع وان كان على الولاد ده احنا هنخلف بدل الواحد 10 انت بس تقبلي وتقولي قولي لا مؤاخذه يا معلم نوري راهو برا عاوز يشوفك نوري قوله يدخل قولي الزفت ده يدخل تأمر معلم نوري كي راك راني في حالة كي حالة واحد اللي راهو في حالة كيما حالتي وجيت باش نرجع النورية معلم هذا الفلان تاعك بالملوخية كيما انت تحب تسلم ايدك يا حبيبتي نورية مريتكش راني هنا مش عارفه نقول لك يا ودي مانيش مليحه نوريا بغيت نقول لك بلي يا ودي حياتي بلا بيك حسيت بها كي شغل مانيش معاك كاع وبغيت نرجعك للقصر ونعيشوا فرح بها نوريا ليه يا نوري ما نرجعش معاك للقصر واش بغيت نقول لك كي غادي ندير باش نبلعطك دروك انا ارجع لمرتك الجديده اللي تجيب في الصغار انا عاقر انساني جمله ارجي خليني نفهمك ارجي ما عندك ما تفهمني يا نوري ارجع منين جيت سامحوني عندي خدمه ودروك هاد الورد كي غادي ندير هاد الورد كانا زعما غادي رمبورسولي قرصاني غنم هاشمي مسوح نحوس عليك حواش كاين انت تاني شنو انا تاني ما قلت والو واش كاين ريشه واش بيها عمي سليمان اروح اروح اسمع هذه مش اللي تخدم في القصر هي هذه راحت سويسيدي هذه يا حبيبي شو راح تصير هذه هبطي يا طفله احبي يا بنتي نعلي بليش ندي حرام وحرام يا بنتي هو اكيد مسخر بيا ماشي حرام شكون هذا جماعة ما ديروش على الطفلة دي مهبولة شوية ريشة أحط ريحي ما ديري في تبهدايل ديولك انتو ما رجل ما تتعاشروش تتمسخروا ببنات الناس وكي تحبوا تحوزوهم تقولوا اليوم هابت مسخر بنت الناس ما تحشمش فتي ما تمسخرت بنت الناس بوالو تمنوني بلي ما برميت لها والو الطفلة هذايا تكذب برميت لك يا ريشة بخلو بابا نطلع سويسيدي بسيدي وليدو حرام عليك تلعب بلي سنتيمون تاع الوليات قولكم حاجة لو كان ما يتزوج بيا دوك لربي روحي لو كان كاش ما يصرى لها تبدي ذنوبها كاع على رقبتك انت ما تنجمش ما تنجمش واش بذنوبها خليني نفهمكم حاجة ريشة يهديك ربي كمي روحك وهبطي دوك روح تجيب الإمام وتزوج بك أوي
انا الامام هاولي راهو شايل هذا راهو. تفضل الشيخ تفضل. يا وليدي رانا سمعنا كامل كي وعدتها وراه واكل امرها ورا العريس هاولي العروسه هاولي. يا وليدي راه قابلت تزوج ب ريشة. ريشة بنت علي القمري. ريشة بنت علي القمري. ايه راهو قابل. كبران هم الكاسكروطات واللي في ريدميسيون مسحوا فمكم. شدادة نتكل عليك وبرهان خليه يلقى حكاش واحد وانت زعما تدخل باش ندير لانكيت تاعك لصقها في السراقين هكذاك نغلقوا الملف ونتناو من هذه القضية ان شاء الله. لو كان ديتني معك خير. شايفوا واش راه صاري في المملكه؟ سرقه الخطيفه وحده تحب تربي روحها. مي انا قلت نروح معاك. قلت لك لا. الوزير حاب تروح كلش راه واجد. انا ما نقدرش نزيد نستنى رايح نرقد. Something about your brother, the Prince Lokman? Yes. He's dead. That's all, Your Highness? Okay. Your Highness. She's okay, Your Highness. She murdered her brother and we'll be fine. Thank you, Mr. Brown. You're welcome, Your Highness. George will accompany you. Your Highness. واش كاين؟ هبط تشوف. تهبطني باش توري لي طريق مقطوعة. فتحوها. ما تتقلقش يا وزير قنديل. مراقبة خفيفة وخلوك تروح. برهان؟ شدت عقلك قتلني. Thank you.
شداد واش راك دير؟ على بالك واش راني ندير برهان؟ حبيت تخدع المملكة؟ عطيتنا لي بلون غالطين ندير في حسابك باللي ما نفيقولكش؟ ماشي أنا اللي حبيت نخدع المملكة، اللي بعثك هو اللي راهو متفاهم مع موقرانيوس باش يمدلو المخططات نتاع السلاح تاعنا، وهذا هو السبب الحقيقي نتاع السفر نتاعو. وإذا ما صدقتنيش سقسي قنديل قلو يديك معاه وتشوف رد الفعل نتاعو. الحكاية تاعك ما دخلتليش كاع في راسي، والهضرة هادي يحكيها المولاي، هو اللي يعرف وش يدير. الوزير قنديل باش منع الحرب مع موقرانيوس بالزيت، موقرانيوس كان قادر يهجم علينا يدي المملكة والثروات نتاعها. قنديل وعدوا باش يمدلوا لي بلان تاع السلاح نتاعنا، وعلى هذا اللي موقرانيوس ما هجمش علينا. ما عندك حتى دليل على وشك تقول؟ ما عنديش، بصح لو كان تعاوني نصيب هذا الدليل ونمدهولك، وإذا ما قنعتكش اقتلني. شداد، مصير المملكة بين يديك. وكلا ما حبيش تفهم يا برهان. دوق نفهمك. حراس اقتله. حراس قلت لكم اقتلوا. اللي ما حبيش تفهم يقنديل راك غلط.